السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم في هذا الأسبوع في عنوان جديد. عنوان قد يكون مثير شوية لكن هو حقيقي. الجندي المدني والجندية المجتمعية. يعني إيه جندي مدني؟ يعني كل مواطن في المجتمع هو جندي حقيقي يدافع عن الوطن. الجندية المجتمعية يبقى الجندية دي سلوك من سلوكيات وأخلاقيات أبناء المجتمع. الشرح اللي بعد كده. إيه بعض التعريفات للجندية بالذات؟ الجندية ليها تعريفات كثيرة، احنا بنتكلم في الموضوع ده النهاردة علشان ما يكونش العبء الكبير ملقى على الجنود العسكر أو جنود الشرطة. الجندية في الأصل هي نظام نلتزم به، مش زجزاج، مش تحويرات، مش تقلبات، هو نظام خطوط مستقيمة ومتابعات لهذه الخطوط. هي عمل، تعريف آخر هي عمل الجند. وانا اتكلمت عن هنا الجندي المدني اللي هو كل مواطن في المجتمع. كل مواطن في المجتمع وجندي في المجتمع يدافع عن المجتمع. وعمل الجند والنظام ونظام الجند. دكتور باسم الطويسي قال ان هو ايمان، وده كلنا لابد من به، هو ايمان بالوطن مهما اختلفنا. مهما اختلفنا في وجهات النظر اللي بنتكلم عنها فهو إيمان بالوطن من إيه؟ من أجل الوطن. فلا قيمة للتضحية إذا لم تكن هناك تكن كاملة غير منتقصة أو مشفوعة بالآخرين. يعني الجندية هنا إيمان بالوطن. ولو اختلفنا في تطبيق هذا الإيمان فلا نتعارك مع بعضنا البعض. وهو أيضا قال إنها طمأنينة. طمأنينة لأن الجندية مشاعر نبيلة متدفقة عالية في حب الوطن. يعني هي الطمأنينة التي يحميها هذا التدفق الهائل من المشاعر النبيلة والانصهار في بوتقة واحدة من أجل الإنسان ومن أجل الوطن. يبقى الجندية هنا نظام، وهي إيمان، وهي قيمة للتضحية، وهي طمأنينة. والجندية في بعض التعريفات الأخرى هي تضامن. كل نفس تتضامن مع بعضها البعض من أجل أن ترفع لواء الوطن عاليا داخل الوطن وخارج الوطن. يتضامن النفوس الطامحة في اندفاعها نحو هدف سامي. هدف سامي ليس هدف خاص، ليس هدف حزبي، ليس هدف جمعوي. هدف سامي من أجل الإنسانية أو من أجل الوطن أو من أجل المجتمع. وهي الذود عن الوطن، الدفاع مش الوطن فقط، عن الوطن وشعبه وتراثه وكيانه ومقومات وجوده. يبقى هي تضامن وهي ذود عن كل الوطن بكل مكونات الوطن. والجندية أيضا رسالة، رسالة سامية، وهي جزء من الرسالات السماوية التي تجعل صاحبها مستعد دائما لبذل أقصى درجات التضحية. والجندية رجولة زي ما احنا كاتبين هنا، وشجاعة ونزاهة وروح. يبقى تضامن وذود ورسالة ورجولة وتضحية وشجاعة ونزاهة وروح. ليه؟ روح الفريق المجتمعي او الفريق الجماعي او الفرق الجماعية اللي بتحاول تدافع عن الوطن. دول بعض ابناء الوطن اللي هم نعتبر انهم جنود الوطن. طبعا احنا بنحط هنا هو رجل الشرطة ورجل الجيش، دي وظيفتهم الأساسية في الوطن. رجل الشرطة بيمنع الجريمة ورجل الجيش بيمنع الاعتداء عن الوطن من الخارج. رجل الشرطة هو في وظيفته الوصف الوظيفي لوظيفته ان هو بيمنع الجريمة داخل المكونات الوطنية المجتمعية، ورجل الجيش بيدافع عن الوطن ككل. لكن كل مواطن في الوطن
بكل ما أوتي من حرفية ومهنية هو جندي مدني. جندي مدني هم هم لا هم الجنود المدنيين اللي بيعملوا الجندية المجتمعية. الفنان أنا ليه بقول عليه جندي؟ لأن من قيمة الفن يستطيع أن يبث القيم الأخلاقية القويمة التي تساعد على التلاحم والبناء الوطني القويم لكي يتماسك النسيج المجتمعي داخل الوطن. كذلك الأديب في كتاباته وفي قصصياته كلها يحاول أن يدافع عن الوطن من خلال تقوية هذا النسيج المجتمعي، ها، لأنه يعتبر نفسه جندي. القلم هنا جندي، الفن جندي، وسواء كان الفن في التمثيل أو في الإخراج أو في التصوير أو في الرسم إلى آخره. فلابد أن نستغل أو نستفيد بالأدباء والفنانين في بناء اللحمة الوطنية الداخلية، فهم جنود فنانين وهم جنود أدباء، والإعلام كذلك. احنا لا نتكلم عن الإعلام الكاذب أو الإعلامي المرتشي، لا، نتكلم عن الإعلامي الذي يرفض أن ينشر الكذب، وكل ما ينشره أو كل ما تنشره، ها، في الفضائيات وفي الدوائر العلمية كلها تكون صادقة حتى ولو كلفه هذا إيه وظيفته واللي هو المكسب الذي سيحصل عليه. الأديب والفنان والإعلامي جنود للوطن يساعدون في تلاحم النسيج المجتمعي ونشر الفضيلة ومحاربة الرذائل. رجل المجتمع المدني ليه حطيته هنا من أساس؟ لأن هو الذي يكتشف المشاكل المجتمعية في أماكن قد لا تستطيع أن تصل إليها الدول الحكومية، فيبدأ قبل أن تتحول هذه الشرارة إلى نار وإلى دخان وإلى تفاقم في المشكلة المجتمعية، فهو يكتشفها ويتعاون مع كل أبناء المجتمع، سواء كان الشرطة أو رجال الجيش أو الحكومة أو إلى القطاع الخاص أو إلى آخره، يتعامل معهم في وجود حل لهذه المشكلة المجتمعية. لأن رجل المجتمع المدني من خلال الجمعيات الأهلية وجمعيات المجتمع المصري المجتمع المدني هو الذي يرى هذه المشكلة وهي صغيرة. الرياضي بيكسب من أجل إيه؟ ها؟ من أجل الوطن، من أجل الوطن اللي هو بيتعامل معاه. وده دايما بنشوفه اللي هم في الأولمبياد أو في المسابقات العالمية، زي مثلا في العالم كله كأس العالم للكورة أو الأولمبياد إلى آخره، هتلاقي كل واحد يسعد منتهى السعادة بأنه يلعب في الفريق الوطني، ها، لكي يدافع كجندي رياضي عن هذا الوطن من خلال المنظومة الرياضية، سواء كان في الكرة في القدم أو السلة أو السباحة أو العدو أو إلى آخره. فكل هؤلاء هم الجنود المدنيين لهم تكلموا أنه بد يكملوا منظومة الدفاع عن الوطن من داخلها مع الشرطي ومن خارجها مع رجال الجيش. الطالب وظيفته الأساسية أنه يتحصل على أعلى درجات العلم ويبدع في هذا التحصيل، ثم يصبح من بعد ذلك عالم من العلماء. دي وظيفة مهمة جدا جدا جدا، هي وظيفة إيه؟ طالب العلم أو جندي العلم اللي احنا بنتكلم عنه. الممرض اللي بيساعد الطبيب، يعني هي مهنة عظيمة، مهنة ملائكية، لأنها الممرضة أو الممرض بيستطيعوا أن يكملوا دور الطبيب. دور الطبيب بيحارب المرض، بيحارب الوباء كجندي، يحارب المرض، يحارب الوباء، يحارب كل هذه الأشياء اللي بتدمر هي المواطن في داخل المجتمع. كل هؤلاء بنتكلم عنهم هم جنود يكملوا الدور الكبير الذي يقوم به الجنود المتخصصين في الأمور الأخرى. المنظف، أول مشروع احنا عملناه في العراق في 2003 بعد دخول القوات الأمريكية هناك وسقوط كافة الوزارات، هو مشروع القمامة. لم القمامة من الشوارع. ليه؟ لأن القمامة أصبحت هي المصدر الأول لحدوث وباء صحي. كان أول مشروع
عملناه في الشوارع، كنا بنلم الخمامة من الشوارع، ها؟ كان هو في بغداد في 2003. فالمنظف جندي، جندي مدني، وظيفته المهمة أن يمنع الحدوث هذه الأوبئة بلم القمامة وإعادة تدويرها إلى آخره إلى آخره. العامل الحرفي، العامل ده مهم جدا 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 مهم، فهو أول خطوة من خطوات الصناعة، وأول خطوة من خطوات الإنتاج، وأول خطوة من خطوات السياحة، وأول خطوة من خطوات الاقتصاد. فلا نحقرن من العامل شيء، لأنه هو الخطوة الأولى، فهو هذا العامل هو جندي في حرفته، جندي مدني في حرفته، يستطيع أن يقوي الاقتصاد، يقوي السياحة، يقوي الصناعة اللي موجودة في المجتمع. التاجر إذا كان تاجر أمين أو غير أمين فهو جندي أيضا، يعني أخلاقيات الأديان انتشرت عن طريق التجار. كثير جدا من الأديان انتشرت في شرق القارة وفي غربها عن طريق التاجر الأمين، التاجر التقي، التاجر الورع، التاجر الذي يستطيع أن لا يكذب، يستطيع أن لا يغش، يستطيع أن لا يدلس على الناس في كل ما يبيع ويتكلم فيه في تجارته. يبقى احنا عندنا هنا الفنان جندي مدني، الأديب جندي مدني، الإعلامي جندي مدني، رجل المجتمع المدني جندي مدني، الرياضي جندي مدني، الطالب جندي مدني، الممرض جندي مدني، المنظف جندي مدني، العامل جندي مدني، التاجر جندي مدني. ليه؟ احنا بد كلنا نعمل داخل الوطن ونبني الوطن من خلال روح الجندية اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي فيها الالتزام، فيها النظام، فيها الشجاعة، فيها الجرأة، فيها المروءة، فيها الأخلاقيات، فيها التضحية، فيها البذل، فيها الذود عن الوطن، ليس عن حزب معين أو عن شخصية معينة. المزارع هو أول مرحلة من مراحل الإنتاج، ها؟ سواء كان المزارع ده عامل أو صاحب أرض، ها؟ يربي أبقار ويربي أغنام ويربي طيور أو بيزرع المزروعات دي كلها، فهو بيدافع عن الأرض اللي هو موجود فيها. لكن في زمان أغنية بتفرح الفلاحين زمان في مصر، لما وزعوا الفدادين على الفلاحين، اللي هو فدادين خمس فدادين، يعني كان ده يعتبر شيء جميل جدا بالنسبة للفلاح، إنه يكون عنده أرض يزرعها وينتج منها الحبوب والبذور إلى آخره. فالمزارع مهم جدا، لأن هو أول مرحلة من مراحل إنتاج الطعام في البلد، وأول مرحلة من مراحل الاستقلال الاقتصادي للبلد، والبلد التي لا تستطيع، أو الوطن أو الدولة لا تستطيع أن تنتج خبزها، لا تستطيع أن تصدر قرارها، كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. ودي قاعدة اقتصادية، قاعدة اقتصادية، أنك لو مش هتقدر تنتج طعامك وتنتج لباسك، لن تستطيع أن يكون لك قرار سياسي تستطيع أن تدافع به عنه. فالمزارع هو من أول الجنود المهمين جدا 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 في بناء الدفاع عن الوطن وجسم الوطن من الداخل. العالم اللي هو الساينتست هو بيكتشف العلوم دي لماذا؟ من أجل الوطن، من أجل اكتشاف أدوية لمحاربة الأمراض، أو اكتشاف وسائل جديدة للإنتاج، أو اكتشاف طرق جديدة للتعليم، أو وضع نظريات جديدة لحل مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل أخلاقية إلى آخره. فهذا العالم اللي هو متنوع بعلمه، ها، والذي وصل من المعرفة العلمية أو العلوم المعرفية، أن يستطيع أن يوجد الحلول للمشاكل المتجذرة أو المتفاقمة أو الجديدة على الوطن، فهو جندي من جنود العلم، مع يكمل دور الطالب، لأن الطالب أصبح عالم فيما بعد، الطالب أصبح عالم، كلها على جنود. يبقى دور العالم مهم جدا 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 في الوطن. احنا نذكر بعض العلماء الكبار اللي هم نعرفهم، يعني اللي كانوا لهم باع كبير جدا على مستوى العالم، زي رحمة الله عليه الدكتور أحمد زويل، وزي رحمة الله عليه الدكتور علي مصطفى باشا مشرفة، وزي دلوقتي أسامة الباز، أسامة فاروق الباز، دكتور فاروق الباز،
وغيرهم كثير جدا في الدول العربية وغير الدول العربية من علماء أصبحوا بعلمهم أو بعلومهم يستطيعون أنهم يغيروا في تاريخ المجتمعات وفي مسار الإنسانية كلها. فالعلم مهم جدا، والعلماء هنا يستغفر لهم موارث الأنبياء وتستغفر لهم الملائكة وحتى الحيتان وحتى اللي هو النمل في حجورها إلى آخره. السياسي قال السياسي جندي أيضا، بس مش جندي بقى حزب بقى بيتلون كل يوم عشان ياخد بدل، ها بدل ما يحضر في البرلمان أو بدل ما لا، هو هنا يقوم بمهمة سياسية حرفية مهنية من أجل ماذا؟ من أجل الحي الذي يعمل فيه، من أجل قضية الوطن الذي يدافع عنها في الداخل والخارج، من أجل محاربة الفساد، من أجل محاربة الفساد داخل الوطن وداخل المجتمع وداخل الشركات، ليس من أجل الارتشاء. والأسف في بعض السياسيين حاليا يعيشون ويعيثون في الأرض فسادا ويرتشون من كل حدب وصوب. فطبعا السياسي هنا وظيفته هو ألا يكون حزبيا وإن كان منتميا للحزب. مجرد ما دخل القبة البرلمان أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أن يخلع عباءة حزبه وأن يلبس عباءة المجتمع الذي يدافع عنه، لأن أصبح هو وحزبه جزء أو نقطة في نسيج الوطني لبناء المجتمع، فهو جندي سياسي يفهم في السياسة. كذلك المهندس جندي آخر، المشاريع العملاقة التي تعمل سواء كانت في البناء أو كانت في الصناعة أو كانت في المهندسين في تخصصات مختلفة في حديد وصلب إلى آخره إلى آخره، لابد أن يعني نستفيد من هذه الخبرات، لأن هو دوره كبير جدا في التكامل مع الأدوار الأخرى لكل هؤلاء الجنود المدنيين الذين يبنون الأنسجة داخل كل مكون من مكونات المجتمع. الطبيب طبعا بيحارب ايه؟ طيب بيحارب المرض، بيحارب المرض وبيمنع المرض، فهو جندي بيحاربه اما بالعلاج النفسي او بالعلاج العضوي او بالعلاج الجراحي او بالعلاج الوقائي، فهو يمنع كرجل الجيش، يمنع دخول الايه الاعداء للوطن، ها فبيمنعهم، فهو بيمنع دخول المرض لجسم الانسان او الحيوان او الطير، ها بالوقايه اللي بيمنع، او اذا دخل هذا المجرم بيكون كالشرطي الذي يحاول ان يعطي الجرعات يقتل هذه الجراثيم داخل جسم الانسان، وكذلك كالشرطي الذي يحاول ان يقاتل هؤلاء المجرمين الذين يفسدون المجتمع بجرائمهم. يبقى الطبيب جندي مدني، المهندس جندي مدني، السياسي جندي مدني، العالم جندي مدني، المزارع جندي مدني، التاجر الى اخره. القاضي اساسه هو ايه؟ زي ما كان اعتقد مصطفى النحاس قال العدل اساس الحكم، او قيلت هذه المقوله في الماضي منذ اكثر من قرن، العدل هو ايه؟ ورمانه العدل في المجتمع هو القاضي. فرمانه العدل، رمانه ميزان العدل في المجتمع القاضي، فهو يقضي بالعدل وبالحق وبالقسطاس الايه المستقيم، فهو جندي يطبق معايير العداله ومعايير اعطاء الحقوق ورد الايه الحقوق الى اهلها. القاضي طبعا جندي في القانون وجندي في اصدار القوانين التي تقضي بالعدل. المواطن بقى هنا، كل هؤلاء هم المواطن، هو انا وانت وانت وهي، وكلنا جنود من اجل بناء الوطن في وظائفنا في اعمالنا في ادائنا في حياتنا في افكارنا الى اخره، لاننا لابد ان نبني الوطن، ها وان لم نستطيع بناء الوطن فلن يكون لنا وطن نعيش فيه. المواطن كل هؤلاء مواطنين متخصصين في تخصصات مختلفة،
كما قلنا، لكن كلهم لابد أن يلتزموا بخصائص شخصية الجندي التي تعرفنا عليها من قبل. رجل الدين بيحارب ايه؟ بيحارب الضلالة، وبيهدي الناس الى تعاليم السماء، تعاليم المسيح عليه السلام، تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعاليم موسى عليه السلام، تعاليم كل تعاليم الانبياء دي كلها. فبينور هؤلاء الناس ويهديهم بما انزله الله سبحانه وتعالى على الانبياء من قبل. وهو وظيفته الاساسيه، وظيفته الاساسيه هو محاربة الضلالة وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأن يكون محايدا كما كان كل هؤلاء محايدا. فهو جندي مدني في تخصص المعلم، ودي أهم وظيفة عندنا، واللي كتير جدا من الدول اللي هنتكلم عنها المتخلفة تهمل التعليم وتهمل بالتالي الرجل المعلم. فتلاقي المرتب بتاع المعلم، معلم الابتدائي أو الثانوي أو الإعدادي، زهيد جدا 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 جدا، تجعته بين الطلبة أضحوكة. فلذلك المعلم هنا هو أهم واحد من أهم الجنود المدنيين الذي يصنع الوطن، والذي يصنع تاريخ الأمة، والذي يبني هذه الشخصيات، والذي يبني شخصية المواطن نفسه. فالمعلم في شخصيته، في رونقه، في قمن المعلم، وفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون، الكلام ده كان بيتقال زمان، كاد المعلم أن يكون رسول. دلوقتي بنضرب المعلم بنرمي عليه الجزمة ونشد القميص بتاعه ونعمله زي ما كنا بنعمل في مسرحية مثلث المشاغبين إلى آخره إلى آخره وهكذا. وده كله بيؤدي إلى فساد السلوك طلبة الاجتماعي، فبيخرجنا طلبة غير محترمين. ليه؟ لأن الدولة أصبحت لا تحترم المعلم، وأصبحت أيضا الدولة لا تنفق نفقات عالية على التعليم قدر ما تنفق نفقات عالية على السلاح وعلى الأمن إلى آخره. وأهم شيء في دور المعلم اللي هو الأمن الأولي الذي يعلم الأطفال الأخلاق هو ورجل الدين. يعني المعلم ورجل الدين لهم الدور الأساسي في بناء السلوك الفردي للمواطن منذ نعومة أظافره، بالإضافة إلى تعليمه التعاليم العلمية أو اللي هو هدي الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأب هو راعي الأسرة. وأنا ليه حطيت الأب والأم على قمة الهرم؟ لأن الأسرة هي قمة البناء الهرمي لأي مجتمع في العالم. والدولة أو الحكومات التي تحارب الأسر هي حكومات فاشلة مضللة. الأسرة هي قمة الهرم الاجتماعي، بيتكون من الأب والأم. الأب والأم هما قمة الهرم الاجتماعي، هو المحضن الأساسي لكل هؤلاء، لرجل الجيش، الفنان، الأديب، والرياضي، والممرض، ورجل البوليس، الشرطي، ورجل الدين. كل هؤلاء بيخرجوا من تحت عباءة من؟ الأب والأم. تحت عباءة من؟ الأب والأم. ذلك على قمة الهرم ده كله نجد أن الأم التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ووصى عليها 3 مرات، والأب الذي وصى على يعني أمك قالت أم من؟ قال أمك. قالت أم من؟ قال أمك. قالت أم إيه؟ ثم أبي. فالوصية بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم ثم بالأب، وكل هؤلاء راعين. لما نتكلم عن كل هؤلاء الجنود المدنيين داخل المجتمع لكي يتكامل دورهم في تخصصاتهم المختلفة مع الشرطي ومع رجل الدين، كائد رجل الجيش، لكي يخف العبء على كاهل هؤلاء. ونرجع مرة أخرى، نراجع قبل أن ننتهي للشريحة الأولانية خالص اللي هو أخلاقيات، نرجع بعد التعريفات اللي اتكلمنا عنها عشان نلخص اللي اتقال كله. التعريفات كما الجزئية الجندية، الجندية نظام، والجندية هي عمل، والجندية هي إيمان. إيمان بإيه؟ كل هذا بالوطن، لا بالفرد ولا بجمعيه معينه ولا برئيس معين ولا بامير معين ولا بملك معين، لا، الايمان بالوطن. وان نعذر بعضنا البعض في الاختلافات، ها، هي ايضا طمانينه ان احنا هو ايمان وهو طمانينه وهو نظام، ها. كل هذه الاشياء هي جزء من تعريف الجنديه. بعد الجنديه المجتمعيه والجنديه اللي هي العسكريه
او الامنيه. هي تضامن، الجنديه تضامن، تضامن، وهي ذود عن ايه؟ تضامن من اجل هدف سامي، ذود عن الوطن وعن الشعب وعن التراث وعن الكيان وعن مقومات وجود الوطن، وهي رساله تجعل صاحبها مستعد لبلوغ اقصى درجات التضحيه والرجوله. يبقى في تضحيه وفي رجوله وفي شجاعه وفي نزاهه وفي روح. هذه هي الجنديه المدنيه التي لا تختلف كثيرا جدا عن الجنديه العسكريه او الجنديه البوليسيه اللي بنتكلم عنها. ليه؟ لاننا كلنا مجتمعين مشتركين في الدفاع عن وطن، سواء سمينا انفسنا جنود عسكريين او سمينا انفسنا جنود شرطه او سمينا انفسنا جنود مدنيين. فكل منا جندي مدني يدافع عن الوطن داخل تخصصه وداخل مدى ايمانه بوطنه وبتراثه وبقيمه وباخلاقيات هذا الوطن وبتاريخ هذا الوطن وبمستقبل هذا الوطن. ان شاء الله غدا الساعه 3 ظهرا بتوقيت مكه هيكون معنا نفس الكلمه باللغه الانجليزيه. Tomorrow ان شاء الله 3 o'clock لندن تايم، 6 o'clock 6 o'clock مكه تايم، ولا مكه تايم 6 o'clock مكه تايم the same in English. But next week we'll have another series which will be about what or why or how. What? What? What or how or why? لا كيف؟ why what؟ كيف يعني how؟ اللي هو كيف، مجموعة كيف هنبتدي نتكلم فيها من الأسبوع القادم. And next week إن شاء الله we'll have the series of how. Few points, few lectures about how, the word how. And what we do with the how. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.